في مدينة أدلس أمام والد السيد المسيح.
المسيح علنا فيتعزوا لما ما قدرش عليهم الوالد بتاع النادي الروس ارسلهم الى الاسكندريه وهناك نابع عذابات كثير على يد الرومانيوس اخيرا امر بقطع راسهم وفعلا بعد ما نالوا عذابات من صلب وكلب لكن رب المجد كان في كل مرة بيقومهم أصحاء فكان غير المؤمنين كانوا يؤمنوا وينالهم أيضا الكيف الاستشهاد لما اتقطع راسهم في الآخر المؤمنين أخذوا أجسادهم وبنوا لهم كنيسة اللي هي مدينة دلوقتي حاليا اسمها أوئير وظهرت من أجسادهم عجائب ومعجزات كثيرة خالص لكن بعد فترة بدأت هذه الكنيسة تندثر لما الكنيسة دي بدأت تندثر نقلوهم إلى بلد زمان اسمها ديبي في المزاحمتين اللي هي حاليا دمنهور كان فيها كنيسة باسم مارينا ووضعوا أجساد هناك كان سبب ضربة عظيمة جدا لمن أنتم حياة الله وروح الله ساكن فيكم. فلما يبقى روح الله ملازم في الأجساد علشان كده احنا لما بنسجد لأجساد القديسين بنسجد لروح الله الساكن في القديسين. في هذه الأجساد مش بنسجد لعظام. وفضلوا في الكنيسة بالاسم مارينا فترة من الزمن حتى القرن السابع الميلادي. وفي القرن السابع الميلادي بدأت أيضا الكنيسة تنتشر. بدأ المؤمنين دول يهتموا بالأجساد وينقلوهم في كنيسة أخرى. فاستقروا أيهم إن هم ينقلوهم في بلدهم. نقال دوغوس في محافظة إنا حطوا الأجساد على الجمال وبدأوا يمشوا ورا الجمال لغاية ما جت عند مدينة الصندوق اللي احنا موجودين فيها الجمال ما قدرتش تتحرك فافتكروا الجمال تعبانة من كتر المشي وطول المسافة إن هي دي كانت وسيلة المواصلات الوحيدة زمان. فجابوا جمال أخرى وجمال أخرى لكن الجمال برضه ما قدرتش تتحرك. بعد كده سمع المؤمنين صوت من السماء بيقول كده هنا مسكن القديسين. سمعوا صوت آخر طلع من أجساد الشهيدة رفقة وأولادها طوبى للذين يهتمون بأجسادنا ويرفعون الصلوات ويقدمون الطلبين في أعيادنا وطوبى للذين يقيمون كنيسة بأسمائنا. فلما رأى المؤمنون هذه العقوبة وسمعوها فعرفوا إن هي دي إرادة ربنا إن أجساد الشهيدة رفقة وأولادها الخمسة يقفوا في هذا المكان المقدس المبارك اللي تبارك قبل كده بجسد القس أبان وشهيدين العظيمين أبيلوب وأتون أصحاب المكان. وعرفنا بعد كده السر ليه الشهيدة رفقة وأولادها اختاروا هذا المكان ازاي؟ اتضح إن القس أبان هو كان أقوى اعتراض الشهيدة رفقة وأولادها ونشكر ربنا أجساد القديسة رفقة وأولادها موجودين هنا من القرن السابع حتى هذا اليوم وتحدث عجائب كثيرة مع كل من يتشفع بهم على اختلاف وأنواع الأديان. ومعروف ان عيد استشهادها دايما هو في يوم 7 أوت اللي بيوافق من كل سنه 17 سبتمبر شهر 9 والكنيسه هنا بتعمل نهضه روحيه تحت رعايه الحرب.
الحبر الجميل اللي عمل مقياس اسقط المحله الكبرى وتوابعها. دي احبائي لمحه بسيطه جدا عن اصحاب المكان الشاهدين ادوه واتوه وعن نشر هذا المكان للبر بركه شفاعتهم ومحبتهم ومعاناتهم فلتكن مع جميعنا ولله كل مجد وكرامه من الان والى الابد. قلت انا زوج الارمله وابو اليتيم، لا بالقوه ولا بالقدره بل بروحي قال رب الجنود. تعالوا خير، دول مش ولادي يا رب، دول ولادك. بسم الله والابن والروح القدس اله واحد امين.
سلمت حياتي لربنا وهو هيغنيني عن كل حاجة. إيمانك بيتضرب بيه المثل في القرية كلها، لكن أنت لسه في عز شبابك والحمل قدامك تقيل قوي، مش هتقدري تشيليه لوحدك. ربنا يقويني. يا ست رفقة، أنا سألت عنه، ده راجل مقتدر وكلمته مسموعة في بلد قوس كلها، وغير كده هيكون سندك في تربية الأولاد. الموضوع ده أنا نسيته من زمان. يوه، لا أنت كبرتي على الجواز ولا إيه؟ أنا معاك إن جوزك مش هيتعوض، كان والي المدينة وكانت الناس بتضرب المثل بأخلاقه، لكن عيالك لسه صغيرين ومحتاجين لرعاية الأب. ما تشوفي لنا موضوع تاني نتكلم فيه. جوزك مر على وفاته سنتين، وعيالك محتاجين اللي ياخد بايديهم ويعديهم بر الامان، والست مننا مهما كانت قويه هي برضو قليله الحيله. ربنا ما بينساش حد. الراجل شاري ومستعد لاي طلبات. انا حياتي خلاص ما عادش فيها مكان لحد تاني، كفايه عليا بنتي واولادي. هقول لك ايه، ربنا يخليهم لك ويعينك على تربيتهم يا رب. يوحنا امون تعالوا هنا. ايه يا ولاد انتوا كده هتتاخروا على المدرسه النهارده، نتيجه الامتحان، واللي هينجح المعلم هيديله جايزه. ربنا يا حبيبي يكتب لكم النجاح في كل حاجه في حياتكم. وبكره عندنا اجازه وهنيجي نساعدك ان شاء الله في لم المحصول. طبعا، امال ايه، هو انا ليا مين غيركم يا حبيبي؟ ما انتوا رجالتي. يلا بقى روحوا مع سفيرون علشان يوصلكم المدرسه، خد بالك منهم. دول في عينيا يا ست رفقه، هتوصيني على روحي. ما تتاخرش عشان عايزاك تودي حاجات لبيت ام حنان. حاضر، يلا يا اولاد. سلام يا ام. سلام. ما تتشوش يا اولاد. وانا عايز اروح معاهم يا ام. انت يا حبيبي واخوك امون هتقعدوا معايا. امال نروح المدرسه امتى؟ بكره يا حبيبي لما تكبر هوديك احسن مدرسه في مصر كلها. انا كبرت اهو، انا الاكبر حتى. بصي ياه، ده انت كبرت خالص. ربنا يا حبيبي يحافظ لي عليك انت واخواتك ويقدرني على تربيتك. النهاردة على قدر كبير من الأهمية، هكلمكم عن العلاقة بين البشر والآلهة المقدسة. والرجال الذين كانوا ضابطين يسوع كانوا يستهزئون به وهم يجلدونه، وغطوه وكانوا يضربون وجهه ويسألونه قائلين: تنبأ، من هو الذي ضربك؟ وأشياء أخرى كثيرة كانوا يقولون عليه مجدفين. وإذا كان الآلهة بيهتموا بينا ويساعدونا، فده ما يمنعش أبدا إن يكون لهم حياتهم الخاصة في العالم التاني، وده هنعرفه لما ندرس ملحمة الإلياذة اللي كتبها هوميروس الشاعر العظيم. ولأنه بيحبنا اتعذب لأجلنا، يعني عشان محبته لينا اختار إنه يفدينا. يعني الآلهة بتعيش حياتها، وعشان نخليها تهتم بينا وترعانا لازم نرفع البخور ونقدم الذبايح. وجعل من نفسه ذبيحة خلاص عشان يخلص كل اللي آمن بيه. وهيفضل غضب الآلهة نار أيدة تحرق كل إنسان يتجرأ ويقف قدامها. والرب يا أولاد رحيم ده بيقول: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. وعشان كده يا أولاد لازم كلنا نطلب الرضا والسماح من كبير الآلهة المعظم. وقد ايه حياتنا هتكون جميلة لما نعيشها مع ربنا ونمشي في طريق الملكوت. انا عاوز ادخل الملكوت. عشان تدخل الملكوت لازم تحب ربنا من كل قلبك ومن كل فكرك. بحبه جداً لله، كفاية متعصب عشان نجيني. وانا كمان بحبه. اللي يحب ربنا لازم قلبه يفضل عمران بالخير، بس ده مش كفاية، لازم نأكد حبنا بسلوك الطيب. مش فاهم. هو اللي يحب حد مش بيسمع كلامه؟ لازم طبعا. واللي يحب ربنا يسمع كلامه وينفذ وصاياه. وربنا هيكلمنا ويقول لنا وصاياه؟ طبعا، ربنا بيكلمنا عن طريق الانجيل،
يبقى لازم نفهم كلام الانجيل كويس ونحفظه في قلبنا. ربنا يا ولاد يديكوا نعمة ويحميكم من كل شر. وبكده نكون انتهينا من درس النهاردة. استني محدش يمشي. تعال يا أغاسو. زميلكم أغاسو حصل على أعلى الدرجات في علم المنطق، عشان كده جائزة التفوق هتكون من نصيبه. التمثال ده هديتك يا أغاسو. أنا اخترت لك الإله أبولو عشان يحفظك ويساعدك في دراستك. خد، مدي إيدك. في إيه يا ابني؟ خد التمثال حطه في البيت وارفع البخور قدامه، هو ده اللي هيحافظ عليك ويحقق لك كل طلباتك. بس ده تمثال ما بيسمعش. انت بتقول ايه؟ بقول ده حجر ولو وقع منك هينكسر. هي حصلت؟ بتجدف على الاله العظيم أبولو؟ مفيش غير اله واحد في الكون، رب المجد اللي فتح لنا طريق الملكوت. انت مين اللي دخل في دماغك الافكار المسمومة دي؟ يظهر اني اتسهلت معاك زيادة عن اللزوم. انت لازم تتقدم على كل كلمة قلتها في حق الالهة المقدسة. احنا بنلم العشور والمساعدات اللي بتجينا من اهل الخير، وبنشتري بيها قمح وطيور وخضار، وبنوزعهم على الفقراء والمحتاجين. وطبعا انت عندك ارض ومواشي وممكن تمد الكنيسة باحتياجاتها. انا مش ممكن اتأخر على احتياجات الكنيسة، دي بركة كبيرة يا ابونا ابان. طب يا بنتي خدي المبلغ ده، ده اول مبلغ اجمعه، وباذن المسيح الاسبوع الجاي اجمع لك قدهم. خلي الفلوس معاك يا ابونا، وان شاء الله النهارده قبل الغروب كل احتياجات الكنيسه هتكون عندك. ايوه بنتي، بس ده كتير وانت عندك ولاد صغيرين ومحتاجين مصاريف. الخير كتير والحمد لله يا ابونا، اطمن. وبعدين انا بعمل ايه؟ كل اللي بعمله اني باخد من ايدين ربنا وادي الكنيسه. يا ريتني كنت اقدر اعمل اكتر من كده. عشان تعرف اما حته علقه ده انا فرحان في فرح. عندك حق، ده عامل نفسه زعيم علينا وكل شويه يدينا في نصايح. خلي النصايح تنفعه، اهو بعد العلقه اللي خدها مش هيقدر يفتح بقه معانا تاني. ولو فتح بقه تاني انا بقى اللي هتصرف معاه، هو والواد الخباز اللي لذي فيه طول اليوم. المعلم بيقول انه هيخرجه من المدرسة لو سمع بيقول الكلام ده تاني. والمعلم هيضربه ليه؟ عايز اعملها بقى. معلش يا ابني ربنا يسامحك. انت بتدعي له يا ست رفقة؟ امال هادي عليه؟ احنا قلنا ايه؟ الكتاب بيقول ايه؟ احبوا اعداءكم، باركوا لعنيكم، احسنوا لمبغضيكم، صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويضطهدونكم. روح انت يا سكران شوف شغلك. معلش يا حبيبي. معلش حمل شوية، حمل شوية. ربنا هيشفيك يا حبيبي ويقومك بالسلامة، بس المهم ان اللي حصل ده ما يخليكش تضعف. يا ريت كنت مكانك. انت ولد شجاع يا غاصب. انا هسيبك دلوقتي عشان تريح، واحسن كمان اتأخر على الشغل، وبإذن المسيح اجي بكرة اطمن عليك. سلام. سلام. ربنا معاك يا ابني. انا مش عايز اروح المدرسة، انا خايف من المعلم، ده ضربه جامد قوي. الحمد لله انا لسه صغير ومش بروح المدرسه. اذا كانت المدرسه فيها ضرب بالشكل ده يبقى انا مش عايزه اروحها خالص. اوعى اسمعك تقولوا الكلام ده تاني. انتوا فاهمين؟ انتوا ولاد المسيح، واولاد المسيح ما يعرفوش الخوف. اشهدوا دايما ان ربنا في كل مكان، وصدقوني كل لحظه الم تحسوا بيها هي اللي هتقربنا من ملكوت. قوموا بينا نصلي عشان ربنا يقف معانا ويقوينا على عدو الخير. يا رب عرفني الطريق التي أسلك فيها. يا رب عرفني الطريق التي أسلك فيها. لأني إليك رفعت نفسي. لأني إليك رفعت نفسي. انقذني من أعدائي يا رب لأني لجأت إليك. انقذني من أعدائي يا رب لأني لجأت إليك. علمني أن أصنع مشيئتك لأنك أنت هو إلهي. علمني أن أصنع مشيئتك لأنك أنت هو إلهي. أمين. أنت عارف يا أغاصو يا ابني إني بتعامل معاكم من زمان، وعمري ما تأخرت في الدفع. وإحنا عمرنا ما بعنا لحد غيرك،
انا كل اللي طالبه انكم ما تبيعوش المحصول وتدوني مهلة يومين اتنين اجهز نفسي واجي اشيل المحصول. هو ده كل اللي انا طالبه. انت معاك كام دلوقتي؟ انا معايا نص المبلغ، خليه معاك ولما اجهز الباقي اجي احمل المحصول. شيل محصولك يا عم بولاريوس وبهات الباقي على مهلك من غير ما تاخد باقي الفلوس. هي الفلوس هتروح فين؟ اللي عندك يزيد ما يقلش. تعيش يا غاصو يا ابني. صحيح الست رزقه عرفت تربي. انا هروح اشيل المحصول. مع السلامه يا عم بولاريوس. الله يسلمك، ربنا يبارك لك فيه. ازاي يشيل المحصول وهو مش دافع غير نص المبلغ بس؟ طب على الاقل يا غاصو كنت خليته يكتب مكتوب بالباقي. كلمه الشرف قاصده يا عمو. صراحه بقى انا مش معاك في الموضوع ده. انا متحمل مسؤوليه اللي عملته. انت عملت الصح. امون طول عمره كده، ما يديش الامان لحد. المثل بيقول لك حرص ولا تخون، والكتاب بيقول المحبه لا تظن السوق. صدق انت حرامي يا كرات. انت بتغلط فيا يا خلوس. صدقني حرامي والدليل اهو. دول ثلاثة دول ولا أربعة يا خلوس؟ دول ثلاثة بس. الدور ده مش دورك يا كرات. صدق انت ما عندكش دم. صدق انت هتتضرب النهاردة. ايه يا جماعة؟ انتوا هتركوا يا نار ونير. ها عملت ايه؟ ما عملتش. ما عملتش. خبطت منه دول. انت برضو سرقته؟ في حد في الدنيا ينسى ابوه؟ فلوس ابويا هي فلوسي. وبعدين ما هو لو كان بيديني ما كنت سرقته. صراحة بقى انا عمري ما شفت بخل زي بخل سيد والدك ده. هو بخل بحال ده؟ انا بحسب الالهة على الذبايح اللي بيقدمها قدامه واحنا سايبنا نحلم بحتة عظمة. انتوا صحيح بتباتوا من غير عشاء؟ صحيح يا اخويا، اصل ابويا بيقول اللي بيتعشى الالهة بتغضب عليه. انت هتقلبها محزنة ولا ايه؟ مش هنصرف الفلوس. لا 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 نصرفها. بينا على الخمار. بينا على الخمار. يا أمي سعر القمح بيزيد يوم عن يوم، وأنا لو نزلت قوس هقدر أجيب تاجر يشيل الكمية كلها بسعر أحسن من كده. وهو اللي بيجيلنا قليل يا ابني. وبعدين إحنا بنبيع لأهل البلد مش بنبيع لحد غريب. وهو في حد في البلد معاه فلوس؟ ما الضرايب بتاخد كل اللي حيلته. طب ما ده سبب كفاية عشان نقف جنبهم ونتخلاش عنهم. وبعدين أديك شايف القليل اللي بيجيلنا ربنا بيبارك فيه. اللي تشوفيه يا أمي. بقول لكم ايه، احنا لازم نشوف خماره تانيه غير خماره اليهودي ده. انا شارب يجي زلعه ولسه ما سكرتش وفاكر اسمي. ايه يا عم قول كلام غير ده؟ ده انت مش قادر تفرد طولك اهو. انت اللي مش واقف على بعضك. انت اللي مش قادر تفرد طولك. بس 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 قول لنا بقى انت اسمك ايه؟ لا دي بسيطه، اسمي صدقوني كنت فاكره على اول الطريق وانت عارف صح؟ طب اقول لكم ايه؟ ما تشوفولي سؤال سهل شويه. ايه؟ ايه بصوا مين اللي قاعد هناك ده؟ ده يوليانوس الخباز. هو بعينه. طب واحنا مالنا وماله بس؟ خلونا في اسم اللي تاه مني ده. مالنا وماله بس ازاي؟ ده مسيحي. ايه؟ مسيحي ويوليانوس؟ ده كان معايا ايام المدرسه. بقول لكم ايه؟ ها تعالوا نتسلى عليه شويه. يلا بينا. يوليانوس اخبارك ايه يا يوليانوس؟ بخير. اقدم لك اصدقائي اخيلوس و انت مين؟ سينيكا. وسينيكا. واقدم لكم اعز صديق ليا يوليانوس. يوليانوس الخباز. خباز. خباز ده احسن واحد في المدينه بيخبز عيش. شغل عمره ما كان عيب، مهم يكون شريف. انا نفسي تشوفوه هو بيقرص العيش، ده عليه صوابع تتلف في حرير. قصدك بقى تتلف في عجين. اصله طول عمره غاوي لت وعجن. هو باين عليه شاب كويس بس وشه محروق شويه. اسكت خليك حريص بكلامك، يعني كلامك معاه لازم يكون على نار هاديه.
انا حزين عليكم، لكن للاسف اللي ما ترباش على الايمان هيفضل طول عمره ضايع تافه، واكيد مصيره هيكون اسوأ مصير. ايمان واحد من اتباع المسيح وبيتكلم عن الايمان، وطبعا بقى عايزنا احنا كمان نؤمن بيه، نؤمن بواحد اتصرف زي قطاع الطرق والحرميه. لامتى هتفضلوا عايشين حياتكم في ضلال؟ حاولوا تفوقوا، حاولوا تفوقوا وتلاقوا طريق الايمان. احنا يكفينا الايمان بالالهه المقدسه. الالهه دي، الالهه دي مجرد حجاره، حجاره بنشكلها على هوانا. هي حصلت، حصلت الثوره على الالهه كمان، ده انت لازم تتربى بقى. اه شويه حجاره. من اتباع المسيح. بيقول عايزين يقول لا. قول لا. وقت كمان 10 ارداب بقمح عند الكنيسه لابونا ابانو. فين اغاشو؟ جوه. مالك في ايه؟ اغاشو، اغاشو في مجموعه من الشباب يضربوا الانس ولا محاولش خلاص عليه. يلا يا بتاع المطلوب. دم. يوليانوس، يوليانوس قول لصاحبك الخباز ده ان لو فكر يجدف على الالهه مره ثانيه هيكون اخر يوم في عمره. هاتوا عند الشجره. يوليانوس هذا رجله. يوليانوس، يوليانوس ايه اللي عملته في نفسك ده؟ لو كنت مكاني كنت عملت اكتر من كده. انت عارف الناس دي وعارف اخلاقهم كويس، كان لازم تبعد عنهم. بس انت اللي بتقول كده، انت اللي اتعلمت الشجاعة على ايديك. احنا محتاجين الحكمة اكتر من الشجاعة، وما تنساش ان احنا مكروهين في المدينة ولازم نكون على حذر. ما قدرتش، قدرتش اتحمل تجديفهم على اسم السيد المسيح. لكن السيد المسيح بيقول كونوا دعاء كالحمام وحكماء كالحياة. على العموم حصل ده خلاني احس ان في حد بيحبني. لا طول عمري وحيد، لكن صدقوني لو كان الاخوات ما كانوش يحبوني ويخافوا عليا زيكم كده. انت اخونا فعلا، انت اخونا. انا سعيد بيكم، اتمنى ان احنا نفضل اخوات على طول، ان ربنا يبعد عننا عدو الخير. ده بشوفه كتير يا ابونا. معناه ايه الغيب يا بنتي؟ ما علموش غير الرب والعبد في التفكير والرب في التدبير. خلي الايام تفسر لك الحلم ده يا بنتي. المهم انك تخلي ولادك دايما قريبين من الكنيسه. انا محتاجه صلواتك قوي يا ابونا. كلنا محتاجين صلوات القديسين عشان يجي اليوم اللي تنتشر فيه المسيحيه في كل العالم. يمكن احنا ما نشوفش اليوم ده، لكن لازم نجاهد عشان ولادنا يعيشوه. ناس كتير بيعبطوا الاصنام يا ابونا. الشر يا بنتي له نهايه. رساله من مولاي الامبراطور. اسف، حقيقي اسف، ما كانش قصدي اني اموتك. ها يا ترى ايه رأيك يا مستشارنا العزيز؟ هايل هايل يا مولاي، لكن لكن ايه؟ قصدك يا مولاي كنت مديله الامان. ها وانا
اديته الامان؟ نسيت. معلش معلش، بس يا ريت تصرف له مكافاه اجاده لانه بارع في فن المبارزه، ويا ريت كمان بقى ما تنساش انك ترقيه. ها، ما تنساش مكافاه اجاده ورقيه. هايل مولايا، ده هايل بينسى كل حاجه مولايا. هو اللي غلطان، كان لازم يدافع عن نفسه. بس افتكر برضو ان الانسان لما يموت على ايد الوالي المعظم ساعته تكون اكبر عن انه يموت على ايد واحد من الرعية. ولا انت ايه رأيك يا مستشارنا العزيز؟ الحقيقة مولايا في مشكلة، لانه ميت في الحالتين. غبي، لان اللي زيك ما يفهمش يعني ايه فلسفة الموت. انت كل اللي بتفكر فيه بس انك تاكل وتشرب وتنام. لا يا مولاي، وانقل الرسائل المهمة زي الرسالة دي. رسائل رسائل، للأسف شؤون الحكم ما بتتركش للواحد لحظة انه يستمتع بحياته. ما علينا، من مين الرسالة دي؟ من مولانا الامبراطور دقلديانوس. الامبراطور دقلديانوس. طب اقراها بسرعة. من الامبراطور المعظم دقلديانوس الى والي مدينة اوس، تقرر الزام جميع افراد الرعية بالسجود والتبخير لآلهة الامبراطورية المعظمة. وبعد نما الى علمنا خطورة اتباع المسيح على المملكة، تقرر ما يلي: هدم الكنائس، حرق الكتب المقدسة، طرد المسيحيين من وظائف الدولة وقتلهم بحد السيف في حالة رفضهم التبخير للآلهة. اخيرا الامبراطور دقلديانوس شعر بخطورة المسيحيين. دلوقتي بس يا عزيزي نقدر نكسب رضا الآلهة. الحقيقة مولاي المنشور ده جه في وقته، لان المسيحيين ابتدوا ينتشروا في كل مكان في المدينة، وده كان هيسبب غضب الآلهة علينا. عندك حق، الامبراطور دقلديانوس كان متسامح مع المسيحيين اكتر من اللازم، لكن انا بقول ان فرصة الانتقام ما زالت موجودة. علق المنشور في كل مكان وخلي الجنود في كل ارجاء المدينة عشان يعرف كل مسيحي ان الآلهة بدأت تنتقم من كل واحد فكر يجدف عليها في يوم من الأيام. شارك من قلوبهم، بيعذبوا في المسيحيين من غير شفقة ولا رحمة. اهدى يا ابني اهدى. هم عايزين مننا ايه؟ بيعذبوا فينا ليه؟ كل ده عشان اخترنا الطريق الصالح؟ كل ده عشان رفضنا نرجع لشوية تماثيل مصنوعة من الحجر؟ اهدى يا حبيبي، تعال تعال يا حبيبي اقعد هنا جنبي. تعال اسمعوني كويس يا ولاد، الايمان مش مجرد كلمة بنسمعها ونحفظها، لا، الإيمان هو اللي بيدينا القوة عشان نقدر نتحمل. وبعدين كان لازم تتوقعوا إن ده هيحصل من زمان. السيد المسيح بيقول: في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. إحنا مش خايفين يا أمي، مستعدين كمان للتجربة، لكن ده ما يمنعش إن إحنا نتألم لما نشوف المسيحيين في كل مكان بيتعذبوا، وإحنا متكتفين مش عارفين نعمل أي حاجة. احنا اخترنا نمشي الطريق الصعب ولازم نكمله. انا دلوقتي بس ابتديت احس ان ربنا وفقني في تربيتكم، واي ام في الدنيا مش هتتمنى اكتر من كده. قوموا بينا نصلي ونطلب التعزيه لكل مسيحي في البلد. نشكرك يا رب على محبتك ورحمتك ونمجد اسمك القدوس. يا رب انت قلت ادعوني وقت الضيق انقذك فتمجدني، واحنا واثقين في وعودك يا رب. يا رب شعبك في دقيقه محتاج تسنده، اللي خلصت نوح من الطوفان واسحاق من الذبح ويعقوب من ايدين اعدائه وداود من ايدين شاول. اسمعني انا وولادي النهارده، واحد نصرف اليك يا رب لجل ما تساند شعبك وتثبت ايمانه
علشان يقدر يشهد باسمك قدام كل جنود عدو الخير. امين. اجعلنا يا رب مستحقين ان نقول بكل شكر: يا ابانا الذي في السماوات، تقدس اسمك. لو قدروا يهدموا الكنائس لاخر حجر مش هيقدروا يهدموا الايمان اللي جوانا. دول بيحرقوا الكتب المقدسه، كلام الرب في قلوبنا، وما حدش هيقدر يحرقه. اي مسيح بيرفض السجود والتبخير للالهه بيعذبوه. العذاب للنفس لما تبعد عن رب المجد. بس اعترفنا بالمسيحيه معناه الموت. الموت للجسد، لكن الروح ليها الحياه في الملكوت. الجنود اهربوا بسرعه. خذوه. قبضوا عليه زي ما بيقبضوا على اي مجرم او حرامي. لكن كلامه هيفضل في قلوب الناس، وانا متاكده ان ربنا هيتمجد معاه. احنا اصبحنا في خطر ومحدش عارف هترسى على ايه. اللي يحفظ كلام الرب جوه قلبه عمر الخوف ما يقرب منه. وبعدين الكتاب بيقول ايه؟ الرب عوني فلا اخشى ماذا يصنع بي الانسان. يا ريت كان عندي ايمان زي ايمانك. صلي يا بنتي، دي الصلاة بتعمل معجزات. احنا نصلي ربنا علشان يقف معانا ويساعدنا ويساند ابونا ابانا ويقويه في مواجهة جنود الوالي. يوليانوس، انت كنت فين؟ انا دورت عليك في كل مكان. لو عندك وقت محتاج اتكلم معاك شويه. ده انا اللي عندي كلام كتير عاوز اقوله لك. يلا بينا. مين يا اغاثه؟ ده يوليانوس يا امي. ما تتفضل يا ابني. معلش يا امي، وقت تاني، مخنوق شويه ومحتاج اشم هوا. طب بعد اذنك امي انا هخرج معاك شويه. طب خلوا بالكم من نفسكم، انتوا عارفين جنود الوالي في كل حته. ما تخافيش، ربنا موجود. يلا بينا. ادعي لي يا امي، احتاج دعواتك. ربنا معاك يا ابني. شايف اللي بيحصل في البلد يا يوليانوس؟ ابواب السجون بتنفتح، صفحات الانجيل المقدس بتتحرق في كل مكان، جلد وحرق وتعذيب. اصبح كل مسيحي في البلد حاسس احساس الخوف والقلق والرعب. طريق الملكوت عمره ما كان مفروش بالورود. ايوه، بس احنا لازم يكون لنا دور في اللي بيحصل ده. لازم نحاول نرفع الخوف من قلوب الناس، نقويهم. احنا مش لازم نسكت يا يوليانوس. عندك حق، لكن للأسف انت هتقوم بالمهمة دي لوحدك. انا مش هكون معاك. مش فاهم. أغاثو، انا جاي علشان اودعك. تودعني؟ انت هتسافر؟ ايوه، سفر طويل شوية، مش عارف اذا كنت هرجع منه ولا مش هرجع. بس ده يبقى هروب. لو كل واحد مسيحي ساب البلد في الظروف اللي زي دي، مين اللي هيرفع الصليب المقدس؟ يوليانوس، احنا مش لازم نسيبها لهم. انا اخدت قراري ولازم انفذه. ادعيلي. احنا محتاجين اكتر من الدعوات. اطلب من والدتك تذكرني دايما في صلواتها. انا متاكد ان الرب هيستجيب لدعواتها وهيساعدني في طريقي. يعني خلاص مش هشوفك يا يوليانوس؟ انا متاكد ان احنا هنتقابل تاني. ربنا معاك ومعايا.
انت كده نسيت ام جرجس دي ما بقالهاش حد بعد ما قبض على جرجس ابنها. ما تخافش، يوحنا راح لها امبارح ومعالي يكفيها وزيادة. ايه ده؟ هو في ايه؟ الناس دي كده بتجري ليه؟ تعال نشوف في ايه. بناء على اوامر ديوناسيوس المعظم والي المدينه وتنفيذا لمنصور الامبراطور دقلديانوس امبراطور البلاد، صدر الحكم بالاعدام على المدعو يوليانوس، وذلك جزاء لمقترفه في حق الالهه المقدسه وتكذيبه عليها ورفضه السجود وتقديم البخور امام كبير الالهه المقدسه. والروح القدس ثاني واحد امين. ومش هيكون آخر شهيد في حياتنا الإيمان. كنت فاكر كنت على طريق النوم، كنت هتصور إن روح الوالي نفسه ويعلم إنه مسيحي. التاريخ اختار الطريق الصعب، الطريق الصالح اللي بيتمناه كل مسيحي. شهادة. عارفة يا أمي، لما شفت عينيه ساعة الموت حسيت بالفرحة اللي جوه قلبه وإنني أتوه مكانه. أنا ما أعرف إذا أنت كنت بتحبه ولا لا، بس تفتكر دايما كلمات داوود النبي عند قصرة همومي تعديات الرب تتلذذ نفسي. أنت إيه يا أمي؟ خليني على الطريق. أنا ليلك قضيت من زمان، ولما تيجي لحظة الاختيار هتلاقي نفسك مستعد للتجربة. ساعديني يا أمي. ارفع طليب الرب على كتافك، وأنا أول واحدة أشجعك. وأنتوا، أنا خايف عليكم، هيحكموا عليكم بالعذاب. بص قدامك ما تبصش وراك. وراك شيء صعب. احنا متجمعين على اسم ربنا، ومفيش قوة في العالم هتقدر تفرقنا. كلامك يا أمي يا أمي، الإيمان اللي جواك هو اللي بيديلك القوة. وبعدين أنا علمت من وأنت قلت كده تقول إيه؟ أستطيع كل شيء المسيح الذي يقويني. يلا يا حبيبي، يلا روح استريح. احميني يا رب.
عذاب القلب ولا عمري هخاف الموت ومشيت في طريق الرب وانا عيني على الملكوت ودعت عذاب القلب ولا عمري هخاف الموت فينا. ادينا فرصة يا رب اننا نشارك احنا الخطى في الكراسة بمجد اسمك القدوس. قويني ان اقدر اشوف حد من ولادي بيتعذب. فكرني دايما يا رب بالآية اللي بتقول فإني أحسب أن أيام الزمن الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. لأن لك الملك قوة المجد. آمين. لا تخافي يا رفقة لإني أنا معكم، والأكاليل معدة لمن يعترف بي وباسمي.
سوف تجاهدون جهادا عظيما في هذه المدينة، وشعر من شعوركم لا تمس، لاني ارسل ملاكي معكم الى كل مكان تكونون فيه. معقولة يا امي السيد المسيح ظهر لك في الحلم؟ لا يا ابني، ده ما كانش حلم، كان حقيقة. السيد المسيح؟ ايوه، فرد ايد وضلل عليا زي ما يكون عايز يحميني. وقالك ايه يا امي؟ وسمعتي صوته؟ صوته جميل قوي، يدي الراحة لأي نفس قلقانة. قال لي انه هيكون معانا، وان اكاليل الشهادة هتكون من نصيبنا. اكاليل الشهادة؟ ايوه يا ابني. ودلوقتي يا ولاد في قدامنا طريقين، وكل واحد فيكم من حقه يختار حسب ايمانه. احنا نقدر نفضل هنا وهنستشهد على اسم المسيح، ونقدر نهرب من جنود الوالي لأي مدينة تانية. كل واحد فيكم يختار طريقه. قلتوا ايه؟ انت بتسأليني يا امي؟ كل مسيحي بيتقدم للشهادة بيكسب نفوس للملكوت، والنفوس دي هتكون اجمل هدية نقدمها لرب المجد. انتوا عارفين ان الوالي مش هيرحمنا، ومستعدين للتجربة. اطمني، احنا ولادك حبيبتي. اللي هيمشي في الطريق ده مش هيقدر يرجع منه. محدش يمشي في طريق المجد ويفكر في الرجوع، ولا ايه يا امون؟ انا طبعا معاكم، لكن احنا عندنا ارض، عندنا مخازن لنا خلال، ويا فلوس كتيره قوي. ده تغير البيت اللي احنا عايشين فيه ده، كل ده هيروح فين؟ هيروح لصاحب النصيب يا ابني. الفقراء في بلدنا كتير، ومحتاجين اللي عندنا اكتر مننا. واحنا خلاص يا امون مش محتاجين حاجه من الدنيا، ويكفينا وعد ربنا لينا. انت متاكده يا امي ان اللي شفتيه ده ما كانش حلم؟ صدقني يا ابني، انا شفته بعناية وسمعته بودني وحسيته بقلبي. اطمن يا امون، اطمن، وعد الرب لينا اكيد. ارفعوا قلوبكم يا ولاد، اطلبوا من ربنا يدينا القوه. شوفوا يا جماعة، انا طول عمري دغري، ما احبش اللف والدوران. انا عايز اعرف بالظبط انتوا قصدكم ايه. باختصار يا جناب الوالي، كلنا عارفين ان في اراضي مملوكة لبعض المسيحيين. لما يتقبض على المسيحيين دول ويترموا في السجون، من حقنا نعرف الاراضي دي هيكون مصيرها ايه. قال هيوزعوهم على الفقراء والمساكين. يوزعوها على الفقراء والمساكين؟ يعني ايه؟ يعني اي فقير في المدينة ممكن في يوم وليلة يبقى غني راسه براسي زي زيه، واحد من اعيان المدينة؟ معقولة يا جناب الوالي؟ لا 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 لا، مش ممكن ده يحصل ابدا. الاراضي دي ملكيتها هترجع للولاية. هو ده الكلام. واذا كان والي المدينة بيمثل الولاية، يبقى كده الاراضي دي ملكنا. اهو ده الكلام المظبوط. وبما ان الاراضي هتبقى ملك مولاي، فاحنا جايين نشتري. وانا نويت ابيع لكم. مبروك عليكم. مبروك علينا. بعد اذن جناب مولانا. في ايه يا مستشارنا العزيز؟ في واحد من الرعايا عاوز يقابل جنابك. هشوف. لا لا، دخله. انا النهارده مزاجي رايق قوي. ايوه جنابك، بس اعرف هو عاوز يقول. انا قلت لك ان ممكن اقابل اي حد، مش يمكن الراجل ده عنده مشكله ومحتاج يا اخي ان احنا نساعده. جناب الوالي عمره ما اتاخر عن مساعده فرد من ابناء شعبه. احنا بنعتبره حكيم المدينه اللي بنلجأ له في وقت الشده. طبعا جناب الوالي ده اب لكل الرعيه. هما منافقين، بس انا بيعجبني النوع ده من النفاق. يعني اخليه يدخل يا مولاي؟ هاتوا نشوف عاوز ايه. اهو ده يا مولاي اللي بيخلي الناس تحبك، لان قلبك كبير مليان حب وحنان ورحمه. لازم تعرفوا
ان الوالي اللي ما عندوش رحمه ما يصلحش للحكم ابدا. سوبيرون اتاخر، باين عليه مش لاقي اغاثه. انت يا امي اول ما طلبت ان احنا نتجمع بعت سوفيرون يدور عليه. اغاثه مش متعود يسيب الدار في وقت زي ده. انا ما شفتوش وهو خارج. هيكون راح فين بس؟ اهو. ها عملت ايه يا سوفيرون؟ دورت عليه في كل مكان ملوش اي اثر. بس بس ايه؟ لو عارف حاجه قولها. بصراحه في ناس شافوه جنب قصر الوالي. برودي الوالي في كل مكان، انا خايف يكون قبض عليه. وما تقولش ليه ان اخوك راح للوالي برجليه، ما تقولش ليه ان ربنا نور له طريقه وهو ما ترددش يمشي فيه. تفتكري يا امي انه ايوه اخوك ابتدى الطريق وانا مش ممكن هسيبه لوحده. اتفضل بعد اذن مولاي. ها تعال يا ابني اعتبرني والدك، اشكيلي همك، انسى خالص اني والي المدينة وانك واحد من الرعية، وكن على راحتك. انا سمعك ولو طالب نصيحة اكيد هتلاقيها عندي. انا مش جاي طالب النصيحة، انا جاي اقدمها. انت واعي اللي انت بتقوله؟ انت جاي تقدم نصيحة لوالي المدينة؟ انت اكتر واحد في المدينة محتاج لنصيحة. ايه؟ وايه هي بقى النصيحة اللي جاي يقدمها واحد زيك لوالي المدينة؟ أنا جاي أقولك ترفع الغشاوة من عينيك وتزيل الحقد من قلبك علشان تقدر تميز بين الحق والباطل. لا احنا صبرنا عليك كتير قوي بعد إذن جنابك. استنى انت مين؟ وحكايتك ايه؟ اسمي أغاثو، واحد من أبناء السيد المسيح له المجد. قول كده. مسيح يعني؟ شرف بيتمناه إنسان. أنت أكيد مش من المدينة، مش عارف طبعاً إيه اللي بيحصل لأي واحد يعترف إنه مسيحي. أنا اتولدت في مدينة قوس وعشت عمري فيها، وعارف كويس إنك تقدر تعذبني، لكن صدقني أنا مش خايف منك. معنى كده إن لو طلبت منك إنك تسجد للآلهة المقدسة هترفض؟ الآلهة المقدسة؟ ليه؟ ممكن لو كانت تقدر تتكلم أو تشوف أو تسمع أو حتى تقدر تدافع عن نفسها. لو عملت كده اقتلوه. لا اسمه محدش يقرب له. موتك عنك مش هيشفي غليلي على اللي انت عملته. انت اللي زيك لازم يدوق العذاب واحدة واحدة. اجلدوه ورموه في السجن. عاوزك تعرفني مين دوت وايه حكايته. عايزك تجيب لي ابوه وامه واخواته وكل اللي كانوا على علاقة بيه. ده اكيد فرع، فرع من شجرة كبيرة لازم تتقطع من جذورها. شهاد أغاثو باسم السيد المسيح أمام الوالي انتشر في المدينة كلها. أكيد أكيد ابتدوا يعذبوه. برود الوالي مش هيسيبونا في حالنا، وزمانهم كأن يغوض علينا. وحتى لو ما جوش إحنا مش هنستناهم، إحنا هنروح لهم بنفسنا. يظهر ان الحلم اللي كنت بحلمه ابتدى يتفسر. في ايه يا ولاد مالكم؟ عرفتوا حاجه تانية عن اغاثه؟ لا بس في خبر لازم تعرفيه. في ايه يا حن؟ ما تتكلم يا بطرس. في ايه يا ولاد ما تتكلموا؟ ابونا ابانا ماله؟ أنا سمعت إنهم سفروه على الفرن. وهناك نال إكليل الشهادة. بومبيوس والي الفرمة بعد ما حاول يرجع عن إيمانه المقدس أمر بإعدامه. وجسد؟ اتنين تجار مسيحيين، واحد اسمه أبيروه
والتاني اسمه أتوم، دفعوا فلوس لبنود الوالي وأخذوا جسده لمدينة صنباط. لكن شهادته كان ليها أثر كبير جدا في نفوس المسيحيين. يظهر إن احنا غلطنا لما قلنا لك يا أم. لا يا ابني، هي الدنيا كده، الفراق فيها صعب. لكن معلش، أنا عارفة إن احنا هنتجمع تاني. أبونا أبانه وصل لنهاية الرحلة وإحنا هنحصله. يلا يا ولاد يلا، جهزوا نفسكم. يو جرى ايه يا حماسي؟ مش ناوية تروحي دار الست رفقة؟ وهروح دار الست رفقة اعمل فيها ايه يا مرات ابني؟ ايه هو اللي تعملي ايه؟ طب دي الست رفقة بتوزع حاجات يام على الفقراء والمساكين. ما انا رحت في لم المحصول وخدت نصيبي. محصول ايه؟ دي فتحت المخازن على البحر وبتوزع كل اللي فيها على الناس. تتكلمي جد؟ انا شايفة الناس راجعين من عندها وشايلين الخير كله، اشي سكر واشي بيض واشي قمح، حتى طيور بتوزعها. يلا بينا نروح، يمكن ينوبنا من الخير نايب. يلا بينا نروح. يو يا راحت فين ام زكريا؟ شوفي الولية، قال على رأي المثل الحما تجوز ابنها ومراته يتوجع قلبها. طب استني انا جاية معاكي، هنروح مع بعض. استني خدي يا مريم كل ده عشاني. انا مش هلعب بيهم تاني. ليه؟ انت رايحة فين وانا مش هشوف التاني؟ مين عارف، يمكن نتقابل تاني. هتوحشيني وانت كمان هتوحشيني قوي. سفيرون مالك؟ انا فضيت وسط ولادك، عمري ما حسيت ان انا عارف. ما اقدرش اعيش من غيركم، ما اقدرش اخدم عند حد تاني. ما تحملش هم، انت من النهارده حر. حر؟ عيش حياتك مع ربنا عشان تحس بمعنى الحرية. ستي اظن انت رفقة والدة الشاب المجنون اقصه. ايوه انا رفقة والدة المؤمن اقصه. بناء على اوامر الوالي المعظم. وفر على نفسك الكلام، احنا جايين معاك ومش هنأخرك. احنا جاهزين يا امي. كل حاجة توزعت؟ ما عادش في حاجة بتضاع. الحمد لله احنا جاهزين. اتفضل. اتفضل فين؟ وايه اللي بيحصل؟ انتوا عارفين انتوا رايحين فين؟ رايحين لوالي المدينه. انتوا مقبول عليكم بامر الوالي عشان تترموا في السجن، يعني مش رايحين؟ يا ابني احنا عارفين كل ده كويس وجاهزين، اتفضل نفذ الاوامر. بينا يا ولاد وربنا معانا. احنا مش هنربطهم؟ ها؟ مش هنربطهم؟ لا لا لا، حاوطوهم بس وهم ماشيين. أنا أول مرة أشوف ناس بيبتسموا وهم رايحين السجن، بس في أكيد حاجة أنا مش فاهمها. الغريبة إنه من عيلة كبيرة، من أعيان المدينة. أبوه كان والي على المدينة، ولما مات سابوا هو واخواته، وامهم هي اللي ربتهم وزرعت فيهم تعاليم المسلوب. وقبضت عليهم من امبارح وفي انتظار اوامرك. هاتولي الام. هي اسمها ايه؟ رفقه. والغريبه مولاي، لما قبضنا عليها لقيناها بتوزع اموالها على الفقراء والمساكين. توزع اموالها، يعني متوقع ايه اللي ممكن يحصل ليها. يظهر ان المسألة مش بالبساطة اللي انا كنت فاكرها. عموما دخلوا الام، ولما نسمع كلامها نبقى نقرر ساعتها ممكن نعمل ايه. امر مولاي. الناس دول قد ايه اغبياء،
لأنهم ما بيعرفوش يتمتعوا بالحياة. تعالي يا ست رفقة، ما تخافيش، المستشار كلمني عنك وعرفت قد ايه انت تعذبتي في حياتك. الإنسانة اللي بتترمل وهي في عز شبابها بتتعب جدا في حياتها، وانا مقدر دوت، وعشان كده انا هكون رحيم بيكي انتي واولادك، خصوصا انك ارملة والي من ولاية المدينة. ست رفقة، انا لي عندك طلب بسيط، ممكن تقبليه او ترفضيه، لكن للأسف لو رفضتيه الطلب هيبقى أمر، والأمر طبعا ساعتها لازم يتنفذ. أنا مش طالب منك أنت وولادك أكتر من أنكم تقفوا في ساحة المدينة وتسجدوا للآلهة المقدسة، وبعدها تروحوا بيتكم وتمارسوا حياتكم بشكل طبيعي جدا، بس يا ريت ما يكونش ردك في كلامك معايا زي ابنك أغاسو. أغاسو ابني وبيتكلم بلساني. ابنك؟ ما هو علشان ابنك لازم تخاف عليه، وأنا في انتظار ردك. جناب الوالي، حياتنا على الأرض مش ممكن تدوم، طريق الحياة له دايما نهاية، ولازم نكون مستعدين لما نقف قدام الديان العادل. لما يجي وقت الحساب مش هينفعك لا جاه ولا ملك ولا سلطان، أعمالك بس هي اللي هتتكلم عنك. جناب الوالي، ارفع الغشاوة من على قلبك، صدقني انت دلوقتي محتاج للحكمة أكتر من القوة، لأن الحكمة بس هي اللي هتخليك تعرف معنى الإيمان المسيحي. كلامك مؤثر جدا، لكن اسمحيلي ما يدخلش العقل، لأن الجاه والملك اللي انت بتسخري منهم هما اللي بيدوني السلطة اللي أحكم واتحكم. انت ملكش سلطان على الروح. أنا ممكن أصدر أوامري بإعدامك انت وولادك. تبقى ساعدتنا ان احنا ناخد اكليل الشهادة. السيد المسيح بيقول: انا هو القيامة والحياة، من امن بي ولو مات فسيحيا. هاتولي بقيت الاولاد. اتمنى انك تكوني اذكى من ابنك اغاسو، وتنقذي بقية ولادك من العذابات اللي هتنتظرهم على ايدي انا الوالد يونيسيوس. مهما كان عذابهم هيكون اقل بكتير من العذاب اللي بيستناك بعد ما تموت. يا حارس. لو فيكم حد قلبه عليها يبقى يا ريت يعقلها، لان العذاب اللي بيستناكم اكبر من انكم تتحملوه. الايمان اللي في قلوبنا اكبر بكتير من اي عذاب نتعرض له، واي عذاب يهون في سبيل اسم الرب. احنا مسيحيين ومفيش قوه في الدنيا تبعدنا عن رب المجد. كفايه، انا مش عايز اسمع صوتكم. انا امرت انكم تسجدوا للالهه، والامر ده لازم يتنفذ. الموت بالنسبه لنا اهون. الموت ممكن يكون امنيه ما تتحققش الانسان. على العموم انا هصبر عليكم بالرغم من اني والي المدينة، لكن للأسف عندي عيب خطير مش قادر اتخلص منه لغاية دلوقتي. قلبي الطيب اللي بيخليني دايما اصبر على الرعية واحاول احقق لهم السعادة. قدري
لكن انا عندي حل تاني. انتوا ممكن تعبدوا الاله بتاعكم زي ما انتم عايزين في السر طبعا، لكن قدام الرعية افتكر مش هتخسروا حاجة لو سجدتوا للآلهة المقدسة وقدمتوا لها البخور. افتكر ده حل يرضي جميع الاطراف. مولاي قلبك الطيب يا مولاي هيطمع فينا الرعية. مش بايدي يا مستشارنا العزيز، اعمل ايه؟ ما انت عارفني طول عمري هفضل شايل هم الرعية، احاول احللهم مشاكلهم، احاول اسعدهم. ها قلت ايه يا ست رفا؟ انت بتطلب مننا نكون مسيحيين ووثنيين في نفس الوقت؟ انا عاوز ردك. مكتوب ان الالهة المصنوعة بالايدي البشرية مرذولة في عين رب وعابديها يبلكون. ويا ترى ده برضو رأي ولادك؟ لرب الهك تسجد واياه وحده تعبد. خذوه ارموهم في السجن، وخدوا كمان معاهم الست رفقة. يمكن لما تشوف ابنها أغاثه واللي حصل له من عذابات في السجن تعقل، وبالمرة تعقل ولادها. فكرنا في العذاب ما كناش اتقدمنا للشهادة، لكن كل اللي بيشغلنا النعيم اللي بينتظرنا في الملكوت. يا ولاد، اللي خلص دليان من جب الأسود وخلص الفتية الثلاثة من لهيب النار مش ممكن ينسان. اطمنوا. أمون انت ساكت ليه؟ مفيش حاجة. أمون انت في حاجة جواك وعايز تقولها، اتكلم يا ابو. انا خايف. خايف؟ لا يا ابو، مش لازم تخاف دلوقتي، مش لازم تضعف. امون انت طول عمرك مؤمن، لكن ده ما يمنعش اني خايف. انا اضعف من اتحمل عذابات الوالد. يظهر اني خطرت خليفة اصعب من اتحمله. خايف ما اقدرش اكمله. الوقت فات على الكلام ده، احنا اخترنا طريق برغبتنا ولازم نكمله. اختيار المسيحية طريق للحياة مش معناه الموت. لو كان لازم نختار بين الموت والسجود للاوثان نختار الموت، ويكفينا الحياة الابدية في الملكوت. انا سمعت عن الات التعذيب، انتوا مش متخيلين ايه اللي ممكن يعملوه فينا. الرب ما بيطلبش بقى ان احنا نموت نفسنا، لكن بيطلب بقى ان احنا نؤمن باسمه، وده لوحده كفايه. الايمان عن كفر ايمان ميت ملوش قيمه. ابوك اعترافك باسم المسيح هو اللي هيديك القوه علشان تتحمل. وليه عاوزني اتحمل؟ المسيح اتحمل لانه المسيح، لكن انا انسان ضعيف. شايفة ابني يا ابوي بيقول ايه؟ ده مش كلامه يا ابني. ده كلام عدو الخير اللي بيحاول يزرع الخوف في قلب كل انسان مؤمن.
سامحيني يا امي، انا حاسس بضعفي لكن مش بايدي. مش عايز اموت، مش عايز اموت يا امي. ارفع الخوف من قلبك وسلم حياتك لربنا. والعذاب اللي مستنيني هتتحمل، والرعب اللي ماليني هتتغلب عليه، والخوف من الموت. اطرد الافكار دي من جواك. تعبان تعبان. ارفع قلبك لربنا. انا علمتك دايما تقول ايه؟ استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. يلا بينا نصلي. وأمجد اسمك القدوس لأنك جعلتنا نحن الخطاة، أنا وأولادي، مستحقين أن نتألم من أجل مجد اسمك القدوس. يا رب يا رب اقبل ولادي ذبيحة على مذبحك المقدس زي ما قبلت ذبيحة هابيل الصديق، لأنك كان ملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. اثبتوا في الإيمان، وها أنا معكم إلى أن تكملوا جهادكم بسلام وتنتصروا على كل قوة العدو. سامحني يا رب. أمون، ده وقت فرح مش وقت بكى. المسيح بيقول طوبى لمن آمن ولم يرى. تستحق ان تكون لكن انا لا. شكيت ومر عليا وقت ضعفت فيه، مش عارف، مش عارف اذا كان ربنا هيسامحني ولا لا، مش عارف. هيسامحك يا حبيبي، هيسامحنا كلنا. اقتلوا المسيحيين، اقتلوا المسيحيين. الموت للكفرة، الموت للكفرة. يعيش البلاطورس كريديانوس، يعيش البلاطورس كريديانوس. انتقم للآلهة المقدسة، انتقم للآلهة المقدسة. يعيش جناب الوالي ديونيسيو، يعيش جناب الوالي ديونيسيو. انتقم للآلهة المقدسة، اسلبوه، اسلبوه. انتقم للآلهة المقدسة، انتقم للآلهة المقدسة. يلا
تجرح ايدي حمال الاسوى ايدك ربي هتشفي جروحي كل حياتي مش راح اسوى ده انا سلمتك جسدي وروحي تجرح ايدي حمال الاسوى ايدك ربي هتشفي جروحي كل حياتي مش راح اسوى ده انا سلمتك جسدي وروحي بس هو ليه يحتاج لها.
ربنا يا ابني نهر لك طريقك. عارف ليه لما شفت أغاز وهو بيتعذب النهاردة افتكرت الفرخة المذبوحة وهي بتكيكاك تكيكاك تكيكاك. يستاهل يستاهل عشان يعرف اننا كنا على حق. كل مرة بنقول له يا حبيبي ابعد عن السكة دي ابعد عن السكة دي عمره ما سمع الكلام. امه امه هي السبب. الست رفقة اللي بتحب الغلابة وتعطف على المساكين. ايه مالك ما نطقتش يعني بكلمة من الصبح؟ في ايه؟ انا مش قادر اصدق مش قادر اصدق ان في حد ممكن يتعرض للعذاب ده كله ويقدر يخلص نفسه بكلمة واحدة ومع ذلك يرفض. انا طول عمري اقول عليه مجنون عنده خلل هو والعيلة كلها. لا لا يا جماعة لا الموضوع اكبر من كده. احنا اكيد في حاجة مش فاهمينها. ثم تفهمنا يا سقراط عصرك وزمانك. مش لما افهم انا الاول بقول لكم ايه. انا ماشي ابو الخمارة. انت مش جاي معانا ولا ايه؟ وين جرال؟ ما تسألني إيه؟ ما تقول لي إيه؟ عيش إيه ده؟ هما نحن فين؟ من خمارة وفر. اذكرني يا رب ماذا جئت في ملكوتك. اذكرني يا قدوس ماذا جئت في الجميل اللي انتم عايشين فيه والاكل اللي مش ممكن هتلاقوه في اي مكان تاني، لكن انا متأكد اني لو فتحت لكم باب القفص ده هتطيروا، وده الشيء اللي انا فعلا مش قادر افهمه. ليه؟ رفقة وخلصنا منها، يا ترى الدور على مين تاني؟ اتنين يا مولاي في السجن. بس واضح ان دماغهم ناشفة ومش هيستسلموا بسهولة. مش هيستسلموا؟ ويا ترى يبقوا مين دول؟ واحد كاهن اسمه منوهي والتاني اسمه جلا من شنوانة. خلينا نبدأ بالتاني دوت اللي من شنوانة. ها انت بقى جلا؟ خادم من خدام السيد المسيح له المجد. انا سيبتك في سجن انفرادي وقلت يمكن تراجع نفسك. يا ريت ما تخلينيش اندم لان صبرت عليك لغايه دلوقتي. انت راجل كبير ولازم تحافظ على هيبتك وسط الناس. الناس عايشين في خدعه كبيره اسمها الوثنيه، لكن هيجي يوم ينور الايمان قلوبهم، وقتها كل واحد في المدينة هيتمنى انه يكون مكاني.
انت تعرف ست اسمها رفقة؟ الست رفقة ست مؤمنة، والمؤمن ست معروفة لكل انسان بيدور على طريق الخلاص. انا هوريك اللي جرى الرفقة وولادها، هوريك الوالد يونيسيوس لما يغضب ممكن يوصل غضبه لحد فين. مين عارف مش يمكن تغير رأيك. ابعت حد بقى الحراس يشيلوه ده لو كانوا لسه عايشين. هيجيبوا رفقه واولادها. قصدك هيجيبوا الجثث بتاعتهم؟ بيقول انهم لسه عايشين. اكيد اكيد هيعذبوهم تاني. هو عاد فيهم نفس. على رايك. فين؟ ما جبتهمش ليه؟ هما ماتوا؟ يا مولاي هما هو ايه؟ خلصني. انا بقول نجيبهم بعدين اصلهم تعبانين قوي. انت تجيبهم دلوقتي حالا وترميهم تحت رجلين الكاهن ده علشان يشوف بعينيه اللي جرالهم. يا جناب الولي انا شايف. انت ما تشوفش، انت تنفذ اوامري وبس. امر جناب الولي. بصوا رفقة جاتها يا ولاد، دول سلام، ده ولد سحر. عليهم عذبوهم، واي واحد ينطق باسم المسيح اقتلوه اقتلوه. طب ازاي ازاي ده حصل؟ عايز افهم، حد يفهمني ازاي ده كله حصل؟ العزمات دي كلها والجروح اللي كانت ماليه جتاتهم رفقه واولادها، ازاي نجوا من الموت؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل يا مستشار الكآبه؟ السحر يا جناب الوالي. السحر منتشرين في الشارع وبيعملوا حاجات اكتر من كده. كلام معقول، السحر هو السحر. ايوه السحر. هو مش ممكن يكون في سبب تاني للي شفناه بعينينا دوت؟ علشان كده احنا لازم نخلص منهم. ايوه لازم تعدمهم فورا. اسمح لي يا جناب الوالي، انا مش معاك في الموضوع ده.
قصدك ايه؟ اللي حصل للناس النهارده وخلاهم يخشوا في المسيحيه اعتقدوا ان اللي شفاهم مش السحر انما اله رفقه واولادها. ده غير ان رفقه واولادها محبوبين في قوس وكل المدن، والموضوع ده يا مولاي هينتشر في كل البلاد. عشان كده انا بقول لك ان لازم نخلص منهم وبسرعه. لا يا مولاي، عامة الشعب هيصنعوا منهم ابطال شهداء، هيعملوا لهم تماثيل ويلعنوا الوالي اللي قتلهم بايديه. طب والعمل؟ انا رايي يا مولاي نبعتهم لوالي الاسكندريه. ها؟ قصدك الوالي ارمانيوس؟ ايوه يا مولاي، يقتلهم يشنقهم يعدمهم، يبقى هو المسؤول وانت اديك بعيد عن الموضوع. هاي كلام معقول. خلاص اكتب رسالة للوالي أرمانيوس وانا همليك نص الرسالة بنفسي. المرة دي أحسنت التفكير. نفذ نفذ يا مستشارنا العزيز. مستشار الكآبة. اكيد هيتحول للعنه، واللعنه دي ممكن تصيب كرسي عرش الولايه. واضح انك عاوز توصل رساله للوالي ارمانيوس. يا ريت تتكلم بصراحه وتفهمني انت عاوز ايه بالظبط. الوالي ارمانيوس عمره ما اتاخر عن الالهه المقدسه. انا سمعت ان في جماعه مسيحيين وصلوا مدينه الاسكندريه. دي حاجه عاديه بتحصل كل يوم، وجناب الوالي عنده القدره ان يتعامل معاهم ويخليهم يبخروا الالهه المقدسه. صديقي جاريوس، ست رفا وعيالها مش من السهل انهم يتراجعوا عن ايمانهم بالمصلوب ده. يا وكمان عرفت اسمها؟ وعرفت كمان ان الوالد يونيسيوس فشل انه يخليهم يتراجعوا عن ايمانهم. عشان كده لازم نحذر الوالي ارمانيوس ان يتعامل معهم بكل حذر يا صديقي. انا هوصل رسالتك للوالي ارمانيوس، بس اطمن قوي، مش ممكن نخلي شوية المسيحيين دول يهزوا الهيبة والمكانة اللي بيتمتع بيها في الولاية. اصبر ولا تكررها مرة اخرى. صمتي لن يغير شيئا من الحقيقة، الحقيقة التي لن نستطيع الهروب منها. اي قلب يمكن ان يتحمل هذا الالم؟ حقيقة ولدي، النبوءة التي تحققت على الرغم مني، انا اخت لابي وتزوج مني. اسمعيه، بل أنت أمي. وهكذا تحققت نبوءة غراء، وسأظل ما بقي لي من العمر مكللا بالإثم والعار. أديب ارفع رأسك، انظر إلى وجهي. لم يعد لدي رغبة في النظر إلى أي شيء، وسأعيش ما بقي لي من العمر هائما في ظلمات الحياة. Ha 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 ha!
فمأساة أوديب هي مأساة البشرية. لقد انتصرت الآلهة على أوديب ولم يعطي وسيك سوى الخضوع والامتثال لحكمي. عظيم عظيم، هايل هايل، رائع. تعرف يا كاريوس، انا بعتقد ان مسرحية اوديب من اعظم مسرحيات سوفوكليس. مولاي ارمانيوس، انا اهتماماتي بعيدة قوي عن المسرح. عندك حق، اي المعاني الحلوة الجميلة اللي بيقولها سوفوكليس على لسان الممثلين مش اي حد يقدر يحسها. المهم، ايه اخبار الجماعة المسيحيين اللي بعتهم واليوس؟ زي ما جلالتك امرت، حطناهم في السجن من يومين. واضح قوي ان الجوع والعطش ما اثر فيهم تأثير كبير. انا بعتقد انه جه الوقت عشان اقابلهم. هبعت اجيبهم لجنابك حالا. بسرعة بسرعة يا جاليوس. يلا انكم من اعيان اونس. على فكره انا زعلان قوي من الوالد يونيسيوس على اللي عمله فيكم. اصله المفروض ان الحاكم يبقى في قلبه شويه رحمه. انا شخصيا ما بحبش العنف، قلبي كله حنيه. تاكل تفاح؟ خلي الاكل بعدين. انا ممكن اعمل لكم وليمه كبيره قوي في القصر بتاعي لما نتفق. احنا عمرنا ما هنتفق. ما تستعجليش، خدي بالك انا ممكن اصدر اوامري بالعفو عنكم كلكم. وطبعا ده مشروط بان احنا نسجد للتماثيل ونبخر للاوثان. جناب الوالي ريح نفسك، مهما حاولت تغرينا بالمجد الباطل ايماننا هيفضل ثابت. العذاب اللي شفتوه على ايد يونيسيوس متعه، متعه كبيره لو قارنتوه بالعذاب اللي ممكن تشوفوه على ايديا. الموت والعذاب اللي بترهبنا بيه مكسب كبير بالنسبه لنا، لان ليا الحياه هي المسيح والموت هو ربح. انا صعبان عليا يا شبابكم. لو تعرف اللي بيستنانا لكنت تمنيت تكون مكاننا. حياتي انسان مش رخيصه علشان تضيع بالسهوله دي. لو مفيش طريقه قدامنا غير ان احنا ننكر المسيح او الاستشهاد، تختار الاستشهاد افضل لينا. انتوا جايبين الكلام ده منين؟ ده كلام السيد المسيح اللي اتعذب من اجلنا وخلصنا وفدانا بدم. المسيح، المسيح اللي انت بتتكلم عنه الصلب، والصلب عليه العذاب. والعذاب، العذاب وراه الم، والالم لازم تحسوه وتجربوه على ايديا. اجسادنا قدامك، عذب فيها زي ما انت عايز، لكن ارواحنا هتفضل دايما تسبح باسم الرب. جايز اصلبوهم.
هيبتدي يتحقق، والأمنية اللي عشت طول عمرك تتمناها ابتدت تتشكل في عقلية الآلهة وهتبقى حقيقة وواقع ملموس. ممكن توضح كلامك؟ في ملوك غيرك يا مولاي اتحولوا من مجرد حكام لأنصاف آلهة، ابتدت الرعية تطلب رضاهم وتعبدهم. أنا شخصيا دايما عندي إحساس إني مختلف عن بقية البشر. أوعى تضيع الفرصة دي من إيدك يا مولاي. طيب أطلب ولا لبي؟ طريق للألوهية يا مولاي محتاج لقوة فوق قوة البشر، والقوة دي أنا حاسس بيها. ده من رضا الآلهة عنك يا مولاي، بس لو تحاول تطلب ودها أكتر من كده. طيب دلنا على الطريق. أتباع المصلوب بيزيدوا يوم عن يوم وهيفضلوا عقبة في طريقك. عارف ده معناه ايه يا مولاي؟ ايوه انا عارف. بس انا مش هديهم الفرصة دي ابدا. ايه حكايتك؟ هما صعبانين عليك ولا ايه؟ دي مش اول مره نشوف جماعه مسيحيين بيتعذبوا. انت عايز الحق؟ الجماعه المسيحيين دول بيتحملوا كتير قوي، والغريبه ان الست اللي اسمها رفقه دي بدل ما تطلب من الوالي ان يسامحهم ويرحمهم بتشجعهم وبتقويهم عشان يتحملوا زياده. نفس السؤال اللي بنساله دايما، ايه اللي بيخلي الجماعه المسيحيين دول يتحملوا العذاب ده كله؟ يلا انت وهو نزلوا الجماعه دول وارموهم في السجن. ايه الوالي امر بكده؟ انا كنت اقدر اسيبكم مصلوبين لحد ما تموتوا، لكن الموت نفسه ما اقدرش اقرب منكم الا بامري انا. بس اعمل ايه؟ قلبي كله حنيه، وزي ما قلت لكم قبل كده هيجي يوم تتمنوا فيه الموت ويعز عليكم. لكن لو سمعتي كلامي انا ممكن ادي اوامري لشبح الموت انه يبعد عنكم. قلت يا رفقة قرب نوري وخلاصي، لها وحد نسجد واياه وحد نعبد. خدوهم ارموهم في النار واحرقوهم. Thank you.
بقول لك ايه؟ كلامك ده لو وصل للوالي هيرمي لك السجن ويخلص علينا. والموضوع كله ممكن يكون نوع من انواع السحر مش اكتر. انت مصدق حكايه السحر دي؟ ما هو مفيش تفسير تاني للي بيحصل. لا في تفسير اقبال العقل. قصدك ايه؟ قصدي الاله المسيحيين بيساعدهم بيقويهم عشان يتحملوا العذاب اللي هم فيه ده. وده معناه انهم على حق. وانهم ما غلطوش لما رفضوا انهم يسجدوا لشويه تماثيل لا بتسمع ولا بتشوف. انا مقتنع بكل كلمه بتقولها. بس بحاول اقنع نفسي ان انا غلطان. يبقى مفيش غير حل واحد بس. وتحمل كل العذاب. اتألم. واتصلب. ومات. وخلصنا من كل خطيه. وانتصر على الموت. وادانا حياه جديده. حياه ابديه. لكن للاسف في ناس قلوبها اتحجرت مش قادرين يفهموا الفرق بين الالهه اللي صنعها الانسان والاله الواحد اللي بيدبر حياتنا وبيعطف علينا. وازاي نخلص من اللي احنا فيه ده؟ امنوا بالسيد المسيح تطلبوا منه المعونه وقادر الرب يهديكم وينور لكم طريق الخلاص. طيب احنا عندنا اسئله كتيره ومحتاجين لها اجابات. هي حصلت ان سحرهم يوصل لجنود الوالي يا جاليوس. اطمئن يا جناب الوالي، جنودك هيفضلوا مخلصين للالهه المقدسه. وبالصفقه لدكرهم جناب الوالي قلبه رحيم اكيد هيسامحكم. احنا خلاص عرفنا طريقنا، مفيش اله حقيقي غير اله الست رتا. جاليوس امر مولاي. انا عايزهم يكونوا عبره لكل واحد يكفر بالالهه المقدسه. خدوهم على الساحه واعدموهم. اهدى يا مولاي، انا عاوزك تهدى يا مولاي، ما تخليش اللي حصل ده ياثر عليك. اهدى زي جاليوس، انا طول عمري قلبي مليان حنيه، لكن لاول مره بحس بالغضب اللي جوايا بركان نار عايز يموت كل اللي قدامي. احنا ما قصرناش في حاجه يا مولاي، كل العذابات جربناها معاهم، جلد جلدناها، صلب صلبناها، حتى النهار خرجوا منها زي ما دخلوها. فضل ايه تاني؟ فضل كتير يا جناب المستشار. اتباع المصلوب دول يا مولاي سحرة، واللي يتعامل مع سحرة لازم يعرف نقطة ضعفهم كويس قوي يا مولاي. وانت يا رئيس الكهنة تعرف نقطة ضعف الست نفقة؟ بالطبع، البنت الصغيرة يا مولاي، امها اكيد بتحبها. ولو حركت يا مولاي مشاعر الأمومة جواها هتقضي على سحرهم كلهم. ساعتها بس يا مولاي هتجيلك جري تحت رجليك وتركع وتطلب العفو والسماح. أيوه البنت الصغيرة أمونة بنت الست رفقة. تعالي يا أمونة، تعالي ما تخافيش يا حبيبتي. أنتي شايف اخواتك دول طبعا رجالة ويقدروا يستحملوا، لكن انتي طفلة بريئة، زهرة جميلة صغنونة محتاجة اللي يرعاها علشان تتمتع بالسعادة. للأسف انت ما تقدرش تفهم معنى السعادة. طب فهميني، دليني، قوليلي ايه هي السعادة؟ لما تنفذ وصايا الرب هتعيش طول عمرك سعيد. انتي ارتكبتي اكبر جريمة في حق ولادك، ملت قلوبهم وعقولهم بالافكار المسمومه، لكن انا هعرف ازاي اخليهم ينتقموا منك. جاليوس امر مولاي. البنت دي بنت جميله يا جاليوس، بنت جميله وبريئه، لازم نبدلها ايدينا طبعا علشان نبعدها عن غضب الالهه. عندك حق يا مولاي، دي طفله بريئه. مش كده يا جاليوس؟ ايوه يا جاليوس، والاهم من ده كله يا جاليوس انها عرفت معنى السعاده. أنا هخليها كمان تعرف إيه معنى الألم. أنت مش أم؟ معنديش قلب؟ قلبك مفهوش حنية؟ شايفة بنتك بتتعذب وقفتها بتحلم؟ كلمة واحدة منك ترحمها من العذاب والألم وترجعها لحبك.
النعيم اللي بيستناها في حضن الرب هيعوضها عن اي الم تحس بيه دلوقتي. نفس الكلام، كلهم بيتكلموا بلسانك، كلكم بتتكلموا بلسان الام الست رفعه، عشان كده اللسان ده لازم ينقطع. حصل لسان صعب عليها قوي يا مولاي. اعمل ايه بس يا جليوس؟ ما انت عارف قلبي كله حنيه. ارموه كلهم في السجن. اما الست دي لسانها مش عايزه ينطق باي كلمه بعد كده. اطعوه. خفيش خفيش يا ابونا، ربنا هيقويها وهيقف معاها. الولي قمر بقطع الدم. الإيمان في القلب، صوتها صوتها وده هيوصل لربنا حتى لو قطع وسنها. هتصلي هتصلي بروحها، هتسبح بقلبها. مفيش يا أمونة، أمنا اختارت الطريق الصالح من زمان ودلتنا عليه. كنت بتمنى إن الوالي يختارني أنا للتجربة دي. ملاك ميخائيل عزانا أكد لنا إن إيد الرب هتقف معانا لنهاية الطريق. بسيطة اللي ممكن يحصل لكم، يعني ابنك الكبير ده انا هاخد منه نور عينيه، هخليه يعيش في دنيا الصلاة. زي اوديب يا مولاي. مظبوط مظبوط يا جاليوس، تمام زي اوديب. ممكن كمان اخليهم يفقدوا السمع، يعني لو حطينا صيخ محمي في ودان اي واحد منهم هيفقد السمع. لا لا يا مولاي، دي صعبة قوي. فعلا تخيل تخيل يا جاليوس، لو واحد من العيال دول بقى أعمى، واحد من العيال دول ما بيسمعش وبقى أخرس، تفتكر ممكن يتفاهموا مع بعض ازاي؟ أعمى وهخرس. دي صعبة قوي يا مولاي. ابدا مش صعبة ولا حاجة، دي لذيذة خالص. الاخرس واللي ما بيعرفش يتكلم طبعا لازم يشاور، والغربان المسكين الاعمى مش هيشوف، هيحاول يتكلم، ولو اتكلم التاني مش هيسمعه.
المشهد ده لو كده في مسرحية هيفطس الناس من الضحك. مهما عملت فينا إيماننا هيفضل ثابت. ايه ده؟ صوتك صوتك صوت مين؟ مين اللي اتكلم فيكم؟ ده صوت الحقيقة اللي مش عايز تفهمها. انتي انتي بتتكلمي بتتكلمي بقى لسان. اتكلم بلسان الحق. عجلني عجلني ده انا شايفه بعدها دول هما بيطلعوا لساني. قادر ربنا على كل شيء. انتوا ايه؟ ما تعرفوش الخوف؟ الرب نوري وخلاصي ممن اخاف. الرب حسن حياتي ممن ارتعب. اسكتوا اسكتوا. الرب حنان ورحيم طويل الروح كثير الرحمه. قلت اسكتوا اسكتوا. لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد، لكن خافوا بالحري من الذي يقدر ان يهلك الجسد والروح ويلقي بهما في جهنم. خذوه